السلام عليكم متابعي قناة جديد العروض، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غتشوفوا العروض الوطنية اللي غتكون بجميع متاجر بيم المغرب ابتداء من نهار الثلاثاء 17 ديسمبر. وقبل ما نبداو ما تنساوش اللي مازال ما اشتركش في القناة اشترك وفعل الجرس باش يوصلوا ديما الجديد، وضغطوا على زر ديال الاعجاب باش تشجعونا نحطوا مزيد فيديوهات، وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وطبيعة الحال شاركونا التجربة ديالكم مع المنتجات باش كلشي يستافد. وما نطولوش عليكم، نبداو على بركة الله بأول منتوج. كاين هاد الموليين ديال الملابس مركز باك فيه زوج ديال كيليوم، بالنسبة للثمن 48 درهم 960 ريال، كل واحدة فيها يترو 200 مليلتر، يعني المجموع تقريبا 2.5 لتر. كاين هاد المنظف ديال الاواني اللي فيه ترو 4، الثمن ديالو 12 درهم 240 ريال. كاين هاد المنظف ديال الارضيه ديال ماكسي ديال 11 درهم فيه ترو 220 ريال. كاين هاد الحفاضات ديال الكبار 10 ديال القطع، ثمن 45 درهم 900 ريال. كاين هاد المناديل الورقيه ديال سيلباك، ثمن 24 درهم 480 ريال. كاين هاد الورق صحي داير 22 درهم 440 ريال. كاين هاد المجموعه ديال 10 ديال الاسفنجات ديال التنظيف دايرين 12 درهم 240 ريال. كاين هاد الورق ديال الطهي، ثلاثة ديال الباكيات كل واحدة فيها 8، ثمن 21 درهم 420 ريال. كاين هاد الطعام كامل ديال القطط اللي داير 9 درهم 180 ريال. كاين هاد الزيت ديال المائدة 3 لتر ب50 درهم 1000 ريال ديال عافية. كاين هاد الزبدة مارغارين ديال الفاميليا زوج وحدة فابور، يعني المجموع ثلاثة، ثمن 19 درهم 380 ريال، كل وحدة فيها 200 غرام. كاين هاد الشرائح ديال الديك الرومي مدخن، ثلاثة ديال القطع كل وحدة فيها 80 غرام، ثمن 20 درهم 400 ريال. كاين هاد مرساديلا فيها 350 غرام، ثمن 13 درهم 260 ريال. كاين هاد البلبوله ديال الشعير والشوفان 750 غرام، ثمن 21 درهم 420 ريال. كاين هاد الحساء بالبذور والاعشاب اللي فيه 750 غرام، يعني كيلو قل ربع، ثمن 26 درهم، يعني 520 ريال. كاين هاد العدس الاحمر كيلوغرام 21 درهم ونص 430 ريال. كاين هاد الشعير مقشر ومطبوخ، الثمن ديالو 12 درهم لنص كيلو 240 ريال، يعني الكيلو تيبقى 480 ريال. كاين هاد الشاي بالاعشاب، كاين ثلاثة ديال الباكيات، كل باكية والشكل ديالها، الثمن 25 درهم 500 ريال. بالنسبة للباكيات الكبار فيهم 20 ساشية والصغيرة فيها 12. كاين هاد الشاي أسود 20 قطعة ب29 درهم 580 ريال. كاين هاد القهوة سريعة التحضير نسكافي 90 غرام ب34 درهم 680 ريال. كاين هاد الشاي أخضر 200 غرام ديال الشاقور 20 درهم 400 ريال. كاين هاد العصير ديال الليمون مركز ومجمد فيه 300 مليلتر، الثمن ديالو 20 درهم 400 ريال، يعني يمكن لك تخرج منه 4 لتر ونص. كاين هاد العصير اللي داير 10 دراهم فيه يترو،
كاين مجموعة من الشوكولاتة والحلويات اللي ستشوفوا في هذا الكتالوج. كاين دانون، كاين رايبي. دابا غندوزو للعروض الوطنية اللي غتكون الثلاثاء اللي بعد هذا إن شاء الله، 24 شتنبر، غتكون بجميع متاجر بيم المغرب اللي تتشمل هاد الفرماج اللي فيه 96 قطعة داير 12 ريال 60 درهم. كاين هاد الجبن اللي فيه كيلوغرام 52 درهم 1040 ريال. كاين هاد المارغرين، هاد الزبدة الدايرة 25 درهم فيها نص كيلو 500 ريال. كاين هاد الشرائح ديال الجبن داير 23 درهم 460 ريال، فيه 24 قطعة. كاين هاد القطعة ديال الدجاج المجمد كيلوغرام 63 درهم 1260 ريال. كاين هاد لانشون وكاشير باك داير 27 درهم 540 ريال، كل وحدة فيها نص كيلو. كاين هاد الياغورت هادي جميلة داير 5 دراهم ونص 110 ريال. كاين هاد العصير اللي داير 12 درهم فيه 900 غرام. كاين هاد العلبة ديال البسكويت اللي دايرة 12 درهم 240 ريال فيها 400 غرام. كاين هاد البسكويت مالح اللي داير 15 درهم فيه 200 غرام. كاين هاد البسكوي هذا بالحليب اللي داير 18 درهم 360 ريال. كاين هاد المسحوق ديال الغسالة ديال سكيب داير 130 درهم 9 الكيلو، يعني 2600 ريال. كاين هاد المنظف ديال الأرضية 5 لترو ب20 درهم 400 ريال. كاين هاد الماء ديال جافيل 5 لترو ب16 درهم 320 ريال. كاين هاد الصابون سائل داير 13 درهم، عفوا 12 درهم ونص في لترو، يعني 250 ريال. كاين هاد الجيل المعطر داير 12 درهم 240 ريال. كاين هاد المزيل ديال العرق ديال دوف داير 30 درهم 600 ريال. كاين هاد الشامبو ديال كادوم داير 30 درهم باك فيه زوج، وحدة فيها 190 ملليلتر وحدة فيها 660 ملليلتر، الثمن 600 ريال. كاين هاد الجيل ديال الحمام اللي داير 20 درهم 400 ريال فيه 650 ملليلتر. كاين هاد الأكياس ديال القمامة اللي دايرين 29 درهم 580 ريال، 30 كيس. كاين هاد المناديل ديال التنظيف، 6 ديال القطع ب35 درهم 700 ريال. كاين هاد المناشف 3 ديال القطع ب20 درهم 400 ريال. كاين هاد الطعام كامل ديال القطط اللي داير 5 دراهم ونص 110 ريال 100 غرام. كاين هاد الطون اللي داير 27 درهم 540 ريال. كاين هاد لاصوص ديال الطماطم 350 غرام 11 درهم 220 ريال. كاين هاد المايس اللي فيها 300 غرام ب13 درهم 260 ريال. كاين هاد الرقائق ديال البطاطس 100 غرام ب15 درهم ونص 310 ريال. كاين هاد الورق الصحي 32 رولو ديال سيرباك ب93 درهم 1860 ريال. كاين هاد المناديل الرطبة هاد لانجيت ديال دلع 3 ديال القطع ب20 درهم 400 ريال. كاين هاد الحفاضات ديال الأطفال الصغار
كاين ديال 4 وديال 5 ديال كالا، الثمن 80 درهم، 1600 ريال. إخواني أخواتي، إلى هنا ينتهي الفيديو. شكرا على المشاهدة. اللي بغى يشوف العروض الوطنية اللي غتكون هاد الجمعة راه متواجدة بالقناة، واللي عنده شي تساؤل ولا استفسار يخليه في الخانة ديال التعليقات، وشاركونا التجربة ديالكم مع المنتجات، وقولوا الرأي ديالكم بكل حرية وشفافية في التعليقات. وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله، وشكرا على المشاهدة.